السلام عليكم. مسؤول في الحشد الشعبي العراقي مقتل 15 شخصا بالغارات الأمريكية على مواقعنا. لم تكن مشتركا في القناة فاشترك لتتواصل بجديد الأخبار، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى دعمنا بلايك. أفادت وكالة فرانس بريس استنادا إلى مسؤول في الحشد الشعبي العراقي بمقتل 15 عناصره جراء الضربات الأمريكية على مواقع قواته اليوم الأحد. وأوضح المسؤول حسب الوكالة أن الضربات التي استهدفت كثائب حزب الله التابعة للحشد الشعبي أسفرت عن مقتل 15 من مقاتليها، بينما أسفرت عن مقتل قياديون، مشيرا إلى أن الهجوم الذي أدى إلى إصابة عدة عناصر آخرين. وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية في وقت سابق من الأحد أن قواتها الجوية نفذت غارة دفاعية على 5 أهداف تابعة لهذه الجماعة المسلحة في الأراضي كل من العراق وسوريا، ردا على الهجمات التي سبق استهداف القوات الأمريكية في العراق. بينما أكد الحشد الشعبي تعرض موقع تابع له في محافظة الأنبار لهجوم من قبل طائرة مسيرة أمريكية. بدوره قال الحشد الشعبي في بيان إن الهجوم استهدف قيادة قاطع عمليات الجزيرة في محافظة الأنبار وموقع اللواءين 45 و46، وأسفر عن سقوط 10 القتلى والجرحى. ويجري هذا التطور بعد أن أكد البنتاغون مساء الجمعة الماضية مقتل متقاعد مدني جراء ضربة صاروخية مكثفة على قاعدة K1 الواقعة قرب كركوك والتي تحتضن قوات أمريكية. وفي الأخير إذا أعجبك الخبر لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة والتعليق.